الشجرة. ماذا فعلتِ بالأخرى؟ لعبتُ مع قطتي، كان لطيفاً. أوه، هذا جيد، يعجبني ذوقك. يعجبني ذوقك أيضاً. أوه، أوه. أهلاً معالي. أين هو معلمنا؟ أنا لا أعلم، إنه ليس هنا، أين ذهب؟ أين معلمنا؟ أنا لا أعلم، لقد اختفى. لم يتأخر هكذا أبداً، أعتقد أن هناك خطب ما ناصية. هيا لنتصل به. أهلاً معلمي، أين أنت؟ نعم، أين أنت؟ هل أنت بخير؟ أنا مريض جداً، اعذراني. سوف نزورك، سنأتي حالاً. نعم، حسناً، هيا بنا أسري. أهلاً معلمي، هل أنت بخير؟ هل تشعر بتحسن؟ يشعر بالبرد. علينا أن نطفئه. هيا هيا بنا. نحتاج المزيد من الماء الساخن. أوه، ساخن ساخن. أوه أوه، أشعر بالحر. أوه. أوه. حرارته مرتفعة، علينا إحضار بعض الثلج لإنزال حرارته قبل أن ترتفع أكثر. هيا. يشعر بالبرد مجدداً. توقفا، يجب أن تتعلما جيداً عن كيفية العناية بالناس وهم مريضون. هيا لنسأل الإنترنت. أول شيء قياس الحرارة. حسناً. أنا لا أفهم ماذا يعني هذا. لنشاهد فيديو. نعم، عندها سوف نعرف. درجة الحرارة أقل من 36.6 درجة مئوية و 98.2 فهرنهايت طبيعية، أعلى من 38.5 درجة مئوية و 103.3 فهرنهايت ليست جيدة، أعلى من ذلك حمى عالية. إذن هذا يعني أنه لديه حمى عالية. إنه يحتاج دواء. نعم، هذا سيساعد. الخطوة الثانية تهوية غرفة المريض. أوه، حسناً. أوبس. اخرجوا اخرجوا. يحتاج المريض شرب السوائل الدافئة. حسناً. لنصنع له مشروب ساخن صحي مع فيتامين سي، ربما أكثر. نعم نعم. والمزيد. رائع. يحتاج المريض للراحة والنوم. حسناً. رائع أننا لم يكن لدينا مدرسة اليوم. نعم، هيا لنلعب، هيا بنا. كيف حالكما؟ أشعر بتحسن، حان وقت المدرسة.